نادي عبري من معالم الولاية البارزة كمؤسسة رياضية متكاملة، تم تشييده وتزويده بالصالات المغطاة المجهزة ليتسنى للشباب ممارسة مختلف أنواع الألعاب الرياضية. ويعتبر بناؤه تنفيذا لخطط الدولة العامة في هذا المجال بتعميم النوادي في أرجاء البلاد والعناية بالرياضة والشباب لبناء مجتمع سليم. وربما كانت الإشارة مناسبة إلى المكرمة السامية بدعم كافة الأندية بمناطق وولايات السلطنة إيمانا من القائد بأهمية الشباب في الحاضر والمستقبل. العب 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 العب